عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير. موعدنا النهارده مع الحلقه الجديده اللي كلنا منتظرينها بفارغ الصبر، وهي الحلقه الخامسه من حكايه ساكورا. وحابب اعرفك ان احداث الحلقه النهارده جامده جدا، فبسرعه جدا اعمل اللايك الجامد بتاعك علشان عاوزين نوصل المقطع ده ل 10000 لايك. ويعيب عليك يا صديقي تبقى لسه مش مشترك معانا في القناه، لان فايتك عظمه حرفيا. واهم حاجه تصلي معايا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. في المره اللي فاتت بطلنا ساكورا قابل الزعيم اللي كان مفكره جامد مفيش منه اتنين، بس بيتصدم لما بيلاقي الزعيم فلاح درجة اولى وبيحب الزرعتين بتوعه اكتر من اي حاجة. وبعد ما ساكورا بياخد الصدمة بتاعته بيسكت وبيقول انه مش هيقدر يقول للزعيم العبط اللي هو بيعمله ده. وقتها بيسمعوا صوت شخص في الشارع بيقول لهم انا عاوز دكر في اكاديمية بوفرين يطلع يواجهني دلوقتي. واكتشفنا ان الشخص ده هو زعيم عصابة القوى المطلقة اللي فرتك كل طلاب بوفرين اللي شافهم وهو جاي في طريقهم. طبعا الزعيم اومي بينزل علشان يتعامل مع البلطجة ده، ولكنه بيكتشف انه زعيم عصابة القوى المطلقة واللي عمال بيتعدى عليهم بسبب مخالفتهم للقواعد. بعدها بلحظات عصابة القوى المطلقة بتكون وصلت للمكان وهم ناويين على تحدي جنوني بينهم. والزعيم اومي اللي بيلاحظ ان اكاديمية بوفرين كلها تنجذب للقتال بسبب مشكلة بسيطة، فبينقذ الوضع وبيقرر يخلي القتال بين عدد صغير من الاكاديمية واللي منهم بطلنا ساكورا. فيا ترى ايه اللي يحصل لفريق القتال اللي الزعيم اختاره بعد وصولهم لارض عصابة القوى المطلقة، ومين هيكون المنتصر في نهاية المعركة الفتاكة دي؟ بنشوف بقى تومي وعصابته اللي بيرحبوا بساكورا واومي وباقي الفريق في ارضهم، وتومي بيبص للزعيم بعيون خالية من المشاعر، اما الزعيم فبيبص له بابتسامة وهو واثق في انتصاره في المعركة. ومن اللحظة دي بيبدأ الجميع في تجهيز نفسهم للمعركة الاسطورية اللي هتحصل بعد شوية. وبينادي عليهم تومي اللي بيفضل يجري في الشارع كأنه طفل في الحضانة، وبيطلب منهم انهم يتبعوه بسرعة، وبيعرفوه انه مفيش داعي للجري، وبيقولوا له ان المعركة مش هتطير يا عم تومي والله. في الوقت ده ساكورا بيكون سرحان وهو ماشي بيتفرج على المكان اللي كله مليان محلات، فنيري بيوضح له ان المنطقة فيها محلات كتيرة جدا اكتر من بلدهم، وبيقول لهم وهو مرعوب انها بتكون زحمه بالليل ومليانه بالجرائم المرعبه. فساكورا بيقول له يا عم محلات ايه، وبعدين ايه سوق الجمعه اللي انت دخلتنا فيه ده؟ ما تركز على المعركه اللي هنطحن فيها بعد شويه. والسوق اللي بيكون سامع كلامهم بيستغل اللحظه وبيقول لنيري انت ايه جابك معانا اصلا؟ ده انت حتى مش هتشارك في المعركه، بتخاف من ضلك يعني؟ فنيري بيتوتر وما بيعرفش يجمع كلمتين على بعض، وبيفضل تايه في الكلام كده لحد ما بيستعيد تركيزه، وبيرص لهم 20 جمله بتتكلم عن حب الوطن وانهم اخوات والصديق وقت الضيق والذي منه. بس المهم في النهايه بيعرفهم انه واحد من اكاديميه بوفرين، وبيقول لهم للاسف انا ما عرفتش احمي حد زي ما كلكم عملتم قبل كده، بس على الاقل انا لازم احمي نفسي، وعلشان كده بترجاكم تسيبوني اتفرج على المعركه الخرافيه واتعلم منكم. فالجميع بيبصوا له وهم مش مصدقين ان نيري الجبان هو اللي بيقول لهم الكلام ده. وساكورا بيقول له اعمل اللي انت عايزه وما توجعش دماغنا، ووشه بيكون محمر جدا لدرجه ان ساكورا بيفضل يزعق ويتخانق معاهم. فهيراغي بيقول لساكورا اسكت شويه، ده احنا لو رايحين نتفسح مش هتعملوا اللي انتوا بتعملوه ده. فامي بيقول له هدي نفسك وما تتوترش باقي الفريق معاك. في الوقت ده نيري بيكون قافش في ساكورا وعاوز يعمل له مساج قبل القتال، وساكورا بيكون متوتر ووشه محمر كالعاده وبيقول له ابعد عني لاني مش محتاج من ضعيف زيك حاجه. في اللحظه دي بيطلع تومي من طريق جانبي بيقول لهم تعال ورايا. وبعد ما بيمشوا كام خطوه تومي بيقف مره واحده وبيرحب بيهم مره ثانيه، لانهم كده وصلوا لوجهتهم واللي هي مخبأ عصابه القوى المطلقه. بس لما بيشوفوه بيكون شكله مخيف جدا ومختلف عن اكاديميه بوفرن. وطبعا نيري اللي ما عندوش يما ارحميني في افلام الرعب القصيره بيقول لهم والله انا لو اعرف الطريق اللي اقدر اروح بيه لبيتنا مش اتاخر ثواني، بس ربنا يعوض عليا بقى لان شعري هيشيب النهارده زي ساكورا. المهم ان مخبأ عصابه القوى المطلقه بيكون مليان غربان ومتبهدل وشكله كده في حاله حرجه جدا، وجو بيقول لهم يلا بينا ندخل لقصر القوى المطلقه بتاعنا. بس ساكورا بيقول له سلامه النظر، قصر ايه يا جو؟ ده المكان كله عباره عن علبه صفيح بس حجمها كبير حبتين. واثناء ما هم داخلين لبيت الرعب نيري بيطلع مذكراته السريه وبيكتب فيها معلومات عن مقر عصابه القوى المطلقه، واللي بنكتشف انها كانت عباره عن سينما في الماضي وعلشان كده بيسموها القصر. في الوقت ده بيقف الفرقتين اللي هيبداوا القتال ضد بعض قدام الباب الاخير اللي بيفصلهم عن ساحه المعركه، وتومي بيفتحه بيقول لهم يلا بينا نستمتع بوقتنا. بس المفاجاه ان اول ما بيدخلوا المكان كله بيكون مليان باتباع عصابه القوى المطلقه، وتومي بيزعق لاتباعه وبيقول لهم انهم يرحبوا بالضيوف اللي هيواجهوهم. بس اتباع عصابه القوى المطلقه بيكونوا غضبانين جدا وبيحذفوا صفائح الكنز الفاضيه على فريق ساكورا، وبيطلبوا منهم انهم يبداوا القتال بسرعه لانهم بقوا حاسين بالملل. والمجموعه دول بيفضلوا يزعقوا بدون اي سبب، بس في جزء منهم رغم غضبهم الا انهم بيكونوا هاديين جدا وبيحاولوا يعرفوا الاشخاص اللي هيشاركوا في القتال. في الوقت ده سو بيفهم ان معركتهم عباره عن عرض ممتع بالنسبه لهم مش اكتر، اما نيري المرعوب فبيكون حاسس ان ملك الموت بيبص له وهو موجود في المكان دلوقتي. ولما بيلف وشه علشان يشوف اللي بيحصل وراهم بيلاقي نفسه متحاط بمجموعه من عصابه القوى المطلقه، ومفيش اي محاوله هروب ابدا لان بالصلاه على النبي
كده دخلوا لقفص الوحش برجليهم الاثنين. في اللحظه دي نيري الان والمرعوب بيفكر في نفسه لو هيقدر يخرج من المكان على قيد الحياه ولا لا. فسكر بيفوقه من اللي هو فيه وبيقول له طالما انت عاوز تتعلم بص قدامك وما تفكرش في الهروب ابدا. وبالفعل نيري بيستعيد ثقته في اصدقائه وعزيمتهم على الفوز. اما على الجانب الثاني فتومي اللي عامل زي المهرج بيطلع على المسرح وبيبدا يقدم العرض بتاعه وبيعلن للجميع انهم يبداوا في المعركه اللي هتكون ممتعه جدا لانها عباره عن قتال واحد ضد واحد. طبعا الجمهور الدموي اللي مستني يشوف اي دم في المكان وعمال يسقف ويهيص لزعيمهم على الفاضي. بالوقت ده الزعيم اومي اللي شاف كل اللي بيحصل بيقول للفريق انهم من الواضح كده بقوا فريسه لفريق القوى المطلقه. بس على مين؟ الزعيم بيطمنهم وبيعرفهم انهم مش لازم يضغطوا على نفسهم، وعلى الرغم من ان اللي هيفوز في المعركه هيسيطر على كل حاجه يمتلكها الخصم، الا ان المهم هو معركتي مع تومي وفوزكم وخسارتكم مش هتفرق كتير قوي، وعلشان كده قتلوا براحتكم بدون توتر. في اللحظه دي ساكورا بيقول له انت جاي تهزر هنا ولا ايه؟ وسواء هتفرق او مش هتفرق فانا ما عنديش اي نيه للخساره او الاستسلام. وبعدين يا عم تومي الخساره مش موجود في قاموس بطلنا ساكورا. وباقي الفريق بيكونوا موافقين على كلام ساكورا جدا. فالزعيم اومي بيضحك وبيعرفهم انه يتفرج على معركتهم وهو واثق في فوزهم الساحق. بنفس اللحظه تومي بينادي على الزعيم اومي بيطلب منه يبداوا معركتهم بسرعه، بس جو بيقول مستحيل قتال الزعماء هو اللي يبدا الاول، علشان كده الواد اللي هيواجه سوغي بيطلب منهم يبداوا معركتهم الاول، لان النظرات سوغي اللي مليانه بالكراهيه والحقد ليهم مش عاجباه. المهم سو بيتنمر عليه وبيقول له ولا معاك يا عم، الواد ده بيحبك وكمان زينا ومن كتر حبه ليك عاوز يضربك. وطبعا سوغي اللي مفيش في تفكيره ذره خوف واحده بيعرف اومي انه مستعد للقتال وبيتوجهوا لحلبه القتال. بس ساكورا بينادي عليه وبيقول له انا ما كنتش بطيئك ولا عارف اتعامل معاك على انك انسان زينا كده، بس لو خسرت في قتالك قدام الضعفاء دول فما تفكرش انك تبص لي او تكون فريق مره ثانيه. فسوغي بيتضايق من كلامه وبيسيبه وبيمشي، وعلشان كده ساكورا بيعيد كلامه وبيطلب منه ما يخسرش ويحافظ على شرفهم. بعدها بنشوف سوغي اللي واقف قدام خصمه وطبعا الجميع عمالين بينادوا عليه وبيهتفوا لصديقهم الضعيف بكل همجيه وبيطلبوا منه انه يقاتل سوغي ويقضي عليه. بنروح بقى لنيري اللي بيفتح مذكراته السريه وبيفضل يقلب فيها وبيدور على الشخص اللي سوغي بيواجهه، ولما بيلاقيه بيكون هيموت من الخوف لان الاشاعات بتقول ان عنده قوه كبيره جدا وبمجرد ضربه واحده كسر دروع خصمه. فسوغي بيقول له ما تقلقش لان سوغي هو كمان مجنون ومش بيتفاهم في المعارك برضه. والزعيم بيعرفهم انه زعلان على الواد ده لانه هيقابل سوغي، ونيري ما بيفهمش السبب والثقه اللي الزعيم بيتكلم بيها دي جايبها منين. اما ساكورا فبيكون ساكت ومركز على ساحه المعركه واللي بيحصل فيها. وهناك بنشوف الواد اللي بيواجه سوغي واللي بيحاول يضايقه بس بدون نتيجه، وعلشان كده بيخدع سوغي بينادي على الزعيم اومي بصوت عالي وكان في مشكله حصلت له. ولما سوغي بيبص له كمان بسرعه علشان يشوف اللي بيحصل، الواد ده بيستغل الفرصه وبيسدد لسوغي لكمه جباره بتهز انحاء الحلبه. اه يا ابن الغداره ده انت شكلك كده خبيث ومش هتستريح غير لما تاكل العلقه التمام. المهم الجميع بيكون باين عليهم القلق من الفخ البسيط اللي سوغي اتعرض ليه. والواد الغدار ده بعد ما ضرب سوغي بيفضل يتفاخر بنفسه بيقول له ما تبقاش تبص بعيد وسط المعركه ده والا هيحصل لك حاجه. وفي تلك اللحظه سوغي بيمسك ايد الواد بكل قوه والواد بيصرخ من شده الالم لدرجه اننا بنسمع صوت عظمه بيتكسر. في اللحظه دي سوغي بيبص للواد بعيون الوحش اللي ساكن جواه، فالواد بيترعب من نظراته وما بيلحقش يتحرك ولا حركه. فسوغي بينقض عليه فلمح البصر وبيلزق دماغه في الارض، وبعد الضربه دي الواد بيفقد الاحساس والوعي وكل حاجه. ولما الجميع بيتفاجئوا من مقدار القوى الوحشيه اللي سوغي بيمتلكها ساكورا ما بيكونش مقتنع بقوته لانه بيواجه خصمه ضعيف. بنرجع لسوغي المتوحش اللي بيقف قدام فارسته بيقول لهم شكل المجال كله حضانه والاطفال اللي زيكم فرحانه. المهم الجمهور بيكون متضايق من الخساره الفادحه اللي تعرضوا ليها وكرههم لاعضاء اكاديميه فورين اللي بتزيد درجه جنونيه. بنيري الجبان بدل ما بقى خايف من الاعداء ده بقى خايف كمان من سوغي والقوى الغاشمه بتاعته. على الناحيه الثانيه بيكون نائب الزعيم جو متضايق بسبب هزيمتهم، وعلى عكس المتوقع تومي بيسقف لسوغي وبيشجعه على القوى اللي بيمتلكها. فساكورا وباقي الفريق بياخدوه على قد عقله بيقولوا عيل صغير سيبوه يفرح شويه. بعدها بثواني بنشوف تومي وهو بيجري من الحلبه وعمال يسال سوغي عن اسمه وبيطلب منه انه يواجهه في المره الجايه، ولحسن الحظ ان النائب بتاعه بيوقفه وبيطلب منه يهديه ويستنى المعركه بتاعته. بنروح بقى لنيري اللي متضايق لانهم ما ساعدوش صديقهم المصاب ومرمي على الحلبه، وفوق كل ده بيشجعوا اقسامهم في القتال وكمان بيضربوا الضعيف وبيتنمروا عليه زي ما حصل في الماضي. بنرجع بقى لسوغي اللي بيوصل عند الفريق، فنيري بيرحب بيه والزعيم بيقول له شكلك هتفضل متوحش في قتالك كالعاده، ويراغي بيطمن عليه بسبب الضربه اللي اتعرض ليها. بس الزعيم اومي بيقول له ما تشغلش بالك ده سوغي ده راجل ومفيش منه اتنين، كل ده هو عمال يلطشه بالقلم على وشه. فهيراغي بيطلب منه يوقف هزاره البايخ ده لان الواد لسه مضروب وواخد على عينه. فنيري ما بيكونش مصدق ان سوغي استعاد صحته وتكته في الفتره اللي فاتت. فساكورا بيقول له يا جدع اتنايل انت بتتفاجئ على الفاضي وخلاص. فنيري بيساله على السبب اللي مش مخليه متفاجئ زيهم. فساكورا بيحور عليه وبيقول له انه انتصر زي اي حد في القتال عادي ومفيش داعي انه يتفاجئ بيه. فنيري وسوغي بيبصوا له بابتسامه خبيثه لانهم خلوه يعترف بقوه سوغي اللي مش واخد باله منها. فساكورا بيقول لهم هو وشه محمر بسبب الاحراج انه كان عارف ان سوغي
بشكل قوي من البداية. وقت ما الزعيم واقف بيسمع كلامهم مستمتع بوقته بيلاحظ ان تومي بيتكلم مع النائب بتاعه عن سبب هزيمتهم وازاي ينتصروا في باقي الجولات، بس النائب جو بيكون سرحان وواضح على وش الحزن. ومرة واحدة تومي بيقوم من مكانه وبأعلى صوته بيعرفهم انه حانت الجولة الثانية من المعركة، وبيبص جنبه فبيلاقي اتنين من اتباعه فبيطلب منهم بابتسامة شريرة وبدون رحمة انهم يشيلوا اللي خسر في المعركة ويرموه في مقلب الزبالة. وفريق ساكورا كلهم بيتصدموا من تصرفات فريق القوى المطلقة اللي معدومة الانسانية، وباقي فريق القوى المطلقة ما بيعلقوش على اوامر تومي لان اللي بيحصل ده شيء عادي بالنسبة لهم. وتومي المهرج بيطلب من اتباعه انهم ينجزوا علشان الجولة التانية تبدأ، ولما بيروحوا يشيلوه بيكون تقيل جدا وبيقولوا مستحيل نشيله لحد مقلب الزبالة بوزنه اللي عامل زي الفيل ده، فبيقرروا انهم يرموه من فوق الحلبة. لا او مش بس كده، ده كمان بعد ما بيرموه بينزلوا يضربوا فيه وهو فاقد الوعي لانه كان بيضايقهم في الماضي، وبيفضلوا يتنمروا عليه زي ما هو عمل معاهم. والنري بيفهمهم انهم قاعدين حاليا في غابة والقوي هو اللي بيعيش فيها. بعدها بيرجعهم الاتنين لمكانهم، ولكن هم في الطريق بيعدوا من قدام ساكورا فبيوقفهم وبيقولهم ان الرغي بتاعهم وجودهم جنبه بيضايقوا، فبيبصوا له بنظرات المتنمرين. وبطلنا ساكورا ما بيهتمش وبيقولهم انهم مجرد ضعفاء ومفيش داعي انهم يسموا نفسهم فريق القوى المطلقة بعد اللي عملوه. اما النري اللي قاعد جنبه فبيكون خايف يلاقي نفسه خد بالكف على وشه من غير ما يعمل اي حاجة، وقلبه بيقع في رجله لما السو اللي قاعد على الناحية التانية بيقول لساكورا ان المختلفين دول ما بيفهموش بالكلام ولازم يتضربوا ويتعرضوا للاهانة علشان يحسوا على دمهم. فواحد منهم بيروح يمسك سو من هدومه وبيقول له يعني انت الشبح اللي شايف نفسك وعايز تضربني. ونري اللي ربنا يكون في عونه ما بيكونش عارف يدافع عن صديقه ولا ينزل يستخبى تحت الكرسي بسرعة. وفي تلك اللحظة وتومي بينادي على التابع بتاعه بيهدده وبيعرفه طالما مش الشخص اللي هيواجه السو فالافضل ينسحب ويرجع لمكانه والا هيموت. وبعد ما اتباع تومي بيتفاجئوا بسبب غضب الزعيم، تومي بيسال فريق ساكورا عن الشخص اللي هيشارك في الجولة التانية، فساكورا من غير تفكير بيقول لهم اكيد انا، ولكن سو بيقطع كلامه بيقول له بطل هزار لان انا اللي هشارك على حسب الترتيب. فساكورا بيقول له بغضب وانا هزم واحد زيك ليه؟ فسو بيتجاهله وبيتكلم مع الشخص اللي هيواجهه واللي بيكون قاعد ومن كمية التوتر عمال يعض في صوابعه. فسو بيتريق عليه وبيقول له شكلك مضغوط في الكرسي الضيق ده، فتعالى ننزل نلعب مع بعض شوية في الحلبة. ولما الشخص ده بيتوجه للحلبة علشان يقاتل سو، تومي بيشجعه وبيطلب منه يطلع موهبته في المعركة. اما سو قبل ما ينزل بينادي على ساكورا، وطبعا ساكورا اللي متضايق منه لانه سرق دوره في القتال بيقول له عاوز مني ايه؟ فسو بيعرفه انه في الماضي لما قال انه عاوز يكون في قمة المدرسة كان مفكره مجرد واحد مختلف. فساكورا بيكون في قمة الغضب بسبب كلامه وبيقول له لو عاوز تضرب قبل المعركة عرفني. والحمد لله ان اللي بيهديه وبيمنعه من القتال مع سو، وسو بيكمل كلامه وبيضحك بسبب تصرفاته وبيعتذر له لان حلمه واهدافه ما ينفعش يستهزئ بيها ابدا، ده غير انه بسبب العزيمة اللي بيمتلكها فهو شخص جامد جدا. وفي اللحظة دي يا عم ساكورا انا هبذل كل مجهودي علشان ما اخسرش قدامك في المستقبل. طبعا ساكورا المحرج بسبب مدح سو ليه وشه بيحمر وبيطلب منه يروح يشوف معركته ويسيبه في حاله. اما سوفا بيسيبه وبيطلع للحلبة وسط هتافات الجميع اللي بتشجع خصمه. وساكورا بيكون عنده فضول يسال نيري عن سو ايه هي شخصيته، بس نيري متوتر بيروح يدور على المعلومات بتاعت الخصم بتاعته. فساكورا بيطلب منه يفوق للكلام والا هيفوقه بنفسه. ونيري بيعرف ان سو كان مشهور بقوته في المدرسه الاعداديه ومن الواضح انه اقوى اصلا بمجرد النظر ليه. فساكورا بيقول له يخرب بيتك واضح ايه ازاي وفتح بقه 2 متر وعمال يضحك طول اليوم. فنيري بيقول له انه مش مهم دلوقتي واضح ولا لا. في الوقت ده بيكون وصل للصفحه بتاعت سو في المذكره وبيكتشف ان مفيش معلومات عن سو غير اللي هو قالها. فساكورا بيتفاجئ لان سو معلوماته مجهوله ونيري بالذات مش عارفها. فهراغ بيعرفه انه سمع اسمه كتير قبل كده بسبب شهرته ولكنه ما عرفش اي حاجه عنه برضه لانهم كانوا في مدرسه مختلفه. والزعيم امي بيعرفهم ان مش مهم الماضي والمهم سو اللي معاهم دلوقتي وانه شخص طيب وبيساعد الضعفاء والمحتاجين. نرجع بقى لسو ملك المتنمرين اللي بيفضل يضايق في خصمه وبيقول له شكلك متضايق بعد ما صاحبك اتهزم وترمى في الزباله ومن الواضح انك مختلف عن المره اللي تعرضوا للضرب فيها. فخصمه بيعرفه انه اكيد متضايق علشان صديقه تم هزيمته وتعرض للاهانه، فبيقطع كلامه في سول وبيقول له انه ما بيعملش اي حاجه غير انه بيصيح زي الطفل لما بيقع في مشكله. ومره واحده سو هيبص لخصمه بنظره مرعبه وبيعرفه انه هيخليه يكبر بعد المعركه. في اللحظه دي ساكورا بيقول لهم من الواضح ان سو شخص طيب جدا، ده حتى عليه نظره تخلي الشياطين تقعد مكانها. المهم الواد ما بيتحملش استفزاز سون لي وبيهجم عليه بكل غضب، وعلى غير المتوقع سو بيمسك ايد خصمه بكل رشاقه وبحركه واحده منه بيلف الواد بيخليه في اخر الحلبه. طبعا ساكورا والجميع بيتصدموا من تحركات سو المثاليه، وسو بيقول لخصمه ان الاشخاص اللي بيغضبوا من اقل حاجه بيبقوا سعداء لما بيحققوا هدفهم، دول مجرد اطفال، وعلشان كده انا هديك درس في الحياه واخليك شخص كبير وعاقل. ومن الواضح كده ان سو مش مجرد شخص طيب وان في عدد كبير من الالغاز عنده قدرات سو المجهوله، فيا ترى ايه هي؟ بنروح بقى لنيري اللي ما بيكونش مصدق عينه ان سو قدر يتحرك بخفه ونجاح في انه يتجاوز لكمه خصمه في لحظه واحده. المهم خصم سو بيفكر انه لو اتحرك بسرعه هجوميه اكبر من سو فمش هيقدر يتفادى هجماته. ووقت ما الواد مش قادر ياخد نفسه بسبب الضربه سو بيستهزئ بيه وبيضحك عليه لان شكله كان مضحك وهو بيقع. فالواد المغفل ده بيمسك في رجل سو بسبب غضبه وبيحاول يقوم من على الارض، ولكن سو بكل هدوء بيلف
بيلف رجله حوالين ايد الواد وبيطيره في الهواء، والواد بيقع على الارض مره تانية ومعاه صراخه بسبب الالم. الواد بيشعر بالاحراج لانه مش عارف ياخد حقه ولا باطل مع السوق ده كمان، ومش عارف يسدد له ضربه واحده تحمي شرفه. المهم ملك المتنمرين والعبقري السوق بيروح للواد وبيساله عن الحاجه اللي يحتاجها علشان ما يبقاش طفل صغير. فالواد بيفتكر كلام سوق لما قال له انا هخليك شخص كبير وعاقل بعد المعركه. واسلام هو بيفكر في كلمات سوق، الغضب بيستحوذ عليه وبيهجم على سوق مره تانية ويطلب منه يقول كلام مفهوم. وطبعا سوق ما بيسميش عليه وبيقول له تعال نلعب مع بعض. ينري بيكون مذهول من سوق اللي بيخلي خصمه يقع من غير ما يبذل مجهود بربع جنيه. في الوقت ده الجمهور بيتجنن وبيفضلوا يشتموا في صديقهم لانه ما بيقاتلش بطريقه جديه، وطول المعركه عمال يقع زي الاطفال بتوع الحضانه. ولما الواد بيسمع الكلام ده بيقول لهم في سر وهو ميت من الاحراج انه مهما حاول يوقع سون او يسحبه او يمسكه بيلاقيه اختفى في لمح البصر، ويا ريت يسكتوا طالما هم ما جربوش انهم يواجهوا السفاح ده. في اللحظه دي بنروح للزعيم اومي اللي بيضحك على اللي بيحصل وبيقول من الواضح كده ان سون ما كانش طيب زي ما كنا متوقعين. فسكر بيقول له ده ما عندهوش ذره من الطيبه في قلبه، ده غير ان شخصيته شريره بشكل جنوني جدا. سكر بيعرفه ان سون ما بيهزمش خصمه اللي اقل منه ولا بيقتله، بل بيستغله بيخليه لعبه بيتباهى بيها قدام الجمهور، وده بيخلي الخصم حاسس بالذل طول عمره. وانا كسكر لو كنت مكان الخصم ده كنت اتمنى اني اموت على اني اتعرض للاهانه دي، بس انا سكر يعني ما كنتش هخسر طبعا يعني. في اللحظه دي نيري بيفهم مقدار الشر اللي سو بيمتلكه ويراغب يقاطعهم، وبيعرفهم انه غالبا عمل كده بعد ما شاف تصرفات عصابه الكول المطلقه. فسكر بيستنتج ان في شخص خلى سو يتحمس علشان كده هو بيقاتل بالطريقه دي في المعركه. ونيري بيفتكر كلام سو قبل المعركه وبيفهم ان سو كان متحمس بسبب سكر. فسكر بيكون فاحت نفسه في تفكير لو هيقدر يواجه سو فعليا ويهزمه بسهوله ولا هيحصل مشكله. بنرجع مره ثانيه لساحه المعركه وبنشوف الواد اللي لسه واقع بيمسح الارض ومش عارف يعمل اي حاجه. وكمان اللي بيزيد المشكله ان الجمهور عمال بيهزق فيه بسبب قتاله اللي جاب لهم العار، وعلشان كده الواد بيبص على تومي وجو بس بيلاقيهم مش مهتمين بقتاله، وتومي نام بسبب شعوره بالملل. في اللحظه دي بيتحطم الواد ده وبيفهم ان مصيره هيكون زي مصير صديقه وهيطردوه من العصابه، وبيقطع احباطه ده السؤال اللي بيعرفه انه حانت النهايه، وواضح من تصرفاته انه لسه ما عرفش اجابه السؤال، والحاجه اللي بيفكر فيها حاليا هي اجابه سؤاله الوحيد. بس الواد اللي مش عاوز يفقد مستقبله وحياته بيصرخ بكهرب اعلى صوته انه مستحيل يخسر، والصدمه انه بيلاقي حذاء سو لازق في وشه في نفس الثانيه. فالواد بيموت من الرعب اكتر وبيتراجع بسرعه، وسو بيعرف ان الشيء اللي كان بيفكر فيه هو اصراره لنفسه وهو مكان صديقه اللي كان بيتعرض للاهانه والاستهزاء، وهي دي اجابه السؤال اللي يحتاجه علشان يكبر يبقى شخص عاقل هو التخيل. في اللحظه دي الواد بيقع في رعب مخيلته وبيقع على الارض وهو هيموت من الخوف، وعلشان كده سو بيكمل لعب بعقل الولا وبيقول له لو قدرت تتخيل اللي يحصل لك مره واحده هننتقل للمرحله اللي بعدها، وعلشان تبقى قوي لازم تحول الخيال ده لواقع. واثناء ما سو بيستعد علشان يوجه له اللكمه القاضيه، الواد بيجن جنونه من شده الخوف والقلق وبيترجى سو انه ما يضربوش. فبيتدخل النائب وجو بيطلبوا من سو انه يوقف المعركه وبيعتذروا منه. بعدها بيطلب من الواد انه ينزل من الحلبه، ولما بيكون معترض على تدخل جو بيقول له ما تحرجناش اكتر من كده وينزل من الحلبه، ولا اقول لك ما فيش داعي للاحراج، لا انت من دلوقتي هتطرد وما تبقاش واحد مننا. بعد ما بيسمع الواد الكلام ده بيتحطم وبيقع على الارض، اما سوفا بيمشي من جنبه وبيعرفه معنى انه يكون شخص كبير وهو انه يقدر يتوقع افكار الشخص اللي قدامه، وده هيحصل لما يمتلك قوه التخيل والخبره. وبيهنيه سو لانه قدر يطلع درجه في السلم الكبار والمقاتلين. وبكده صديقي بتنتهي الحلقه الخامسه من حكايه ساكورا بتاعت النهارده. فيا ترى مين هو الفريق المنتصر وايه هو اللي هيحصل المرات الجايه؟ كل ده اكتر نعرفه الحلقه الجايه بمشيئه الله. ما تنساش بقى لو كنت وصلت لحد هنا تحط اللايك بتاعك وتشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد، ويلا دمتم في رعايه الله، سلام.